السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم عبدو. اول مرة اليوتيوب بالنسبة لي، دي اول مرة اصور فيها، فحباكم تشاركوني الفيديو ده وتقولوا لي ايه رأيكم فيه وكده. الفيديو ده عبارة عن ايه؟ الفيديو دوت عبارة ان انا بعمل دلوقتي الشيلات بتاعت الركنة بتاعتي. انا عندي 7 شيلات، الشلت 70 سنتي، وعندي انا جايبة 10 متر هما تحت العجز والزيادة، وعندي المتر من دوت عرضه 140. انا دلوقتي قصة 70 سنتي، لان انا عندي الشلت عبارة عن ايه، 70 في 70 زي ما انتم شايفين كده، ده هو طول وعرض 70 ماشي. وعندي الجناب بتاعتها 16 سنتي، اللي هو عرضها دوت 16 من هنا كده، كده بتتقاس من هنا كده 16 سنتي. طبعا هتقيسيها بالمزورة او بالشريط بتاع المتر. عرضها هوت برضو نفس الاتجاهية، فيها كام جنب؟ 4 جناب، اللي هو الواحد ده ودوت وده وده ماشي. دول 4 جناب، وهي الشلتة كلها على بعض اهي، اهي معاكم ماشي. انا قصيت 70 سنتي اهم زي ما انتم شايفين طبقتين، لان انا طبقت القماش 2، ال 140 طبقتهم 2، فقصيت خدت 70 من ناحيه البورسل. البورسل اللي هو ده يا جماعه، شايفين عامل ازاي ومشرشر ازاي؟ خدوا بالكم برده من حته ان البورسل دوت، واخدين بالكم ان ده اسمه البورسل. دوت خدت منه 70 سنتي اهوت معاكم اهي، هي كلها على بعضها اهي 70 سنتي، نصين 2. وهنا قصيت 16 سنتي اللي انا قلت لكم بتاعت الجناب ديت، اللي هي عرضها هي 16، فانا ايه خدتها، ما ايه خدتها هي قصيتها مرتين، اللي هو 70 قصيتها كلها على بعضها، يعني دي كلها على بعض كده 16، عرضها 16 لكن طولها كله على بعضه كام؟ 140، لان انا واخده من عرض القماش ماشي، مش من طوله اهو معايا. تعالوا بقى معايا كده اقفلها وتشوفوها بعد التقفيل هتبقى شكلها ايه معايا. معاكم دلوقتي اللي هي 70 سنتي القماشة، خدت منها جزء واحد منها بس عشان اقفله الاول، الفها بالجزئية اللي هي 16 سنتي دي شايفينها، عشان خاطر ان انا ايه اخيطها، لان هو ده هيبقى الجنب بتاع الشلتة. فانا دلوقتي هبدأ معاكم دلوقتي اهو نحطها على المكنة ونشوف هنبدأ ونمشي ازاي. انا دلوقتي حطيتها اهي الطبقتين على بعض، اللي هي ايه، اللي هي 16 سنتي اهي، اللي هي دي كده شايفين الرقم 5 ده يا جماعه، ده الرقم الخدادي لان انا بحب ارقمها عشان ما اتلخبطش بينهم. دي دلوقتي معاكم اهي اللي هي الخداديه معايا. بعد ما خلصت الجزئيه بتاعت الجناب اهي، انا خيطتها اهي، خدتها لافف 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 زي ما انتم شايفين كده، لف كده اهي، شايفين عامله ازاي من جوه. هي طبعا دوت كل ده بيتعمل اوفر، بس ده في التشطيب ماشي اهوت معاكم كده. اول جزئيه ركبتها اهي، دي 70 سنتي، 70 سنتي اللي انا قلت لكم عليه، بس هي اهي شايفين اهي كده، خدت الجنب بتاعها الجناب بتاع الشلته اللي هي 16 سنتي، وهي لفتها بيها اهي، وهكمل الباقي واحط واركب السوسته وهوريكم بقى في الاخر هتبقى شكلها عامله ازاي كده اهي. بعد ما قفلت الجزئيه الثانيه بتاعتها او الثالثه بتاعتها، لان انا كده خدت الجوانب اهي، اهي بعد ما اتقفلت الجوانب معاكم اهي شايفينها عامله ازاي، فكده اهي الناحيه الثانيه، الجانب برده الثاني الناحيه الثانيه اهوت. انا سايبه هنا عشان السوسته الجزئيه دي كده، عشان السوسته وكده، هي واقفه على السوسته بس، هركب السوسته واوريها لكم معايا. انا كده خلصت السوسته اهي تركيب وركبتها وخلصتها، ويبقى ده كده التقفيل النهائي بالنسبه للشلته، لكسوه الشلته ديت، وهي واقفلها معاكم وتشوفي شكلها في النهايه هيبقى عامل ازاي، وتدوني رايكم بعد كده على الفيديو دوت. ويا رب يعني تشجيع بقى عشان خاطر يبقى في تفاؤل شويه. ايه رايكم كده فيها؟ بصوا كده اديني رايكم فيها بقى، وكده اقول لكم بقى مع السلامه واشوفكم على خير ان شاء الله.